بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب رياض الصالحين، وقفنا في المرة الأخيرة على قول النووي رحمه الله تعالى: باب فضل الاختلاط بالناس وحضور جمعهم وجماعتهم ومشاهد الخير ومجالس الذكر معهم وعيادة مريضهم وحضور جنائزهم ومواساة محتاجهم وإرشاد جاهلهم وغير ذلك من مصالحهم لمن قدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقمع نفسه عن الإيذاء وصبر عن الأذى وصبر على الأذى. سبق في الباب الذي قبله قال: باب استحباب العزلة عند فساد الناس والزمان أو الخوف من فتنة في الدين أو وقوع في حرام وشبهات ونحوها. وتكلمنا عن ما في العزلة من فضل وخير وما جاء في يعني ذلك، لكن كما فعل النووي رحمه الله تعالى لابد من الانتباه إلى أن هذا الأمر ليس على إطلاقه كما نبهنا قبل ذلك. ولذا فإن العزلة تشرع عند أحوال سبق الكلام عنها، ثم إذا كان هناك الأمر بالمقارنة بين العزلة والخلطة، بين العزلة والخلطة، فأيهما أفضل؟ فأما من لم يكن عليه خوف في دينه وأن يفتن ونحو ذلك على نحو ما سبق، فالخلطة له أفضل. ولذا أتى النووي بهذا الباب، قال: باب فضل الاختلاط بالناس وحضور جمعهم وجماعتهم. والمقصود بالاختلاط بالناس يعني مخالطة الناس بالمعروف، وليس المقصود به على التعبير العام أو المفهوم العام عند عوام المسلمين. الخلطة بالناس أو الاختلاط من باب أنه تكون الخلطة على إطلاقها، لا، إنما تكون الخلطة بالمعروف، وليست الخلطة أنه يجالسهم في كل شيء ويخالطهم في كل شيء، حتى أن البعض صارت الخلطة في المعاصي ديدن حاله، مثل الذين يجلسون على المقاهي مثلا ويجلسون في نوادي الرفاهية ونحو ذلك ويجلسون فيما يسمى بالسيبر وكذا ونحو ذلك، فهذه المجالس عندهم من باب الخلطة أيضا، لكن إن لم تكن بالمعروف فهذا أمر مذموم وليس فيه فضل. إذن فالمقصود بالخلطة هنا والاختلاط الخلطة التي هي بالمعروف. قال: باب فضل الاختلاط بالناس وحضور جمعهم وجماعتهم. ولذلك لاحظ في كلام النووي رحمه الله أنه بيشير إلى فوائد الخلطة، بيشير إلى فوائد الخلطة من خلال هذه العبارات. وأذكر لكم شيئا مما ذكره بعض العلماء في فوائد الخلطة، في فوائد الخلطة يعني الاختلاط بالناس بالمعروف، ثم نتكلم حول ما ذكره النووي يظهر لنا من خلاله مقصود هذه العبارات التي يشير بها النووي رحمه الله إلى بعض هذه المعاني. فمما ذكره العلماء في فوائد المخالطة، قالوا: التعليم والتعلم. أول فائدة التعليم والتعلم، إنه من أعظم فوائد الخلطة التعليم أو التعلم أو التعليم والتعلم، وإلا فالمنعزل لن يتعلم ولن يعلم، اللي هو في عزلة لن يتعلم ولن يعلم، يعني كاعتزال بعض الناس في الكهوف
والخرابات، أو حتى لو اعتزل مطلقا بعيدا عن الناس في مكان في بيت أو نحو ذلك، لكن بعيدا عن الناس واعتزل وترك مخالطة الناس، فهذا يفوته التعلم ابتداء. من أين سيتعلم؟ من أين سيتعلم؟ ربما بعض الناس يقول في زماننا هذا ربما هذه المسألة يقدر عليها من خلال أن يتعلم من الكتب ونحو ذلك. طيب أين سيعلم؟ أين سيعلم؟ فإنه إن تعلم من الكتب حتى في عزلته، أين سيعلم؟ هو منعزل في عزلة بعيد عن الناس، لا يخالط الناس. ومن سيعلم؟ من سيعلم؟ ولذلك من أعظم فوائد الخلطة أن الإنسان يتعلم العلم الشرعي ويعلم هذا العلم الشرعي. ومن فوائد الخلطة النفع والانتفاع، النفع والانتفاع. أما الانتفاع فهو ينتفع بما عند الناس، ينتفع بما عند الناس. الإنسان اللي بيختلط بالناس هينتفع بما عندهم في كسب، في معايش، في خبرة عمل ونحو ذلك، إنه هينتفع منهم. إن لو كان هو بيبيع ويشتري هيشتري من الناس، هينتفع مما عندهم. هيبيع هو يبقى هيبيع للناس وهينتفع، إما أن ينتفع وإما أن ينفع. هيبيع هو، هيتاجر هو، أو سيجلب منهم النفع بالكسب ونحو ذلك. أما المنعزل فهذا لن ينفع ولن ينتفع. نعم. ولذا فإن المخالط سيكون في حوائج الناس، في حوائج الناس. هب أنه مثلا تاجرا فيأتي لهم بالسلع والبضائع ونحو ويبيع، فهذا الإنسان ينتفع بأنه في حوائج المسلمين يفعل ما يفعل. كذلك أيضا من فوائد الخلطة التأديب والتأدب، التأديب والتأدب. إن الإنسان يتأدب بالخلطة ويؤدب، يتأدب ويؤدب. ولذلك العلماء لما أو المشايخ والعلماء المعاصرين مما أخذوه على كثير من طلبة العلم عكوف بعضهم على الكمبيوتر والإنترنت ونحو ذلك، فقالوا هذا إنسان لن يتأدب. لماذا؟ لأن شيخه غائب، فضلا عن أن يكون شيخه ما هذا الذي يقرأه وهو لا يدري من الذي كتب ومن الذي وضع هذه الأشياء. ولذلك تجد كثيرا من هؤلاء الذين يأخذون العلم عن الإنترنت ونحو ذلك أخلاقهم تسوء. لماذا؟ لأنه عادة الإنترنت وغيره أن كل من شاء يقول ما شاء ويتكلم بما شاء، ولا يعرف فضل العلماء ولا أدب العلماء ولا طريقة العلماء في التربية والتعليم. ولذلك من فوائد الخلطة أن الإنسان يتأدب. هب أنه مثلا في مجلس علم لو أخذ العلم من الإنترنت، هذا يفقد التربية. أما أن يأخذ العلم عن الشيخ فهو يأخذ من الشيخ تربيته وأدبه وسلوكه ويعايشه ويعايش مجلس العلم بما فيه من بركة وخير ونحو ذلك. ولذلك هذا الإنسان من فوائد خلطته أنه يتأدب ويؤدب. إذا كان هو عنده خير، الإنسان كان يكون عالما داعيا عنده أي نوع من الخير سيؤدب الناس. أما لو انعزل سيحرم الناس من هذا الخير منه، وهو كذلك لا يفعل هذا الخير اللي هو أن يؤدب غيره، يؤدب غيره، يؤدب ولدا، يؤدب جارا، يؤدب صاحبا، يؤدب طلبة ونحو ذلك. وفي كذلك مسألة التأدب والتأديب مجاهدة في تربية النفس، لأنه وهو يعامل الناس
ويعمل بالتأديب أو التأدب سيقاسي من ذلك. بعض الناس عنده غلظة، بعض الناس عنده شدة، بعض الناس كذا، بعض الناس كذا، كل هذا هو سينتفع منه، وتحمله وتصبره تأدبا هذا كله يؤجر به. ولذلك كما جاء في خبر المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. من فوائد الخلطة كذلك الإناس والاستئناس، الإناس والاستئناس، فإن مما يبين ذلك أنه يأنس بغيره وغيره يأنس به. هذا المنعزل يروح ينعزل في صومعة أو ينعزل في بيته ويغلق عليه ولا يكلم الناس ولا يخالط الناس، لن يأنس بغيره. ولو أن الناس جميعا فعلوا ذلك لاستوحش الناس بعضهم من بعض، كلهم هم منعزلين لاستوحش الناس كلهم من بعض. ولذلك من فوائد الخلطة أنه يأنس ويؤنس غيره، إنما لو كل واحد عاش منعزل عن الآخر لفسدت أحوال الناس. أيضا من فوائد الخلطة نيل الثواب وإنالته، إن هو ينال ثواب وإن هو يكون سببا في نيل غيره هذا الثواب. كيف ذلك؟ بالمخلطة، مثل حضور الجمعة والجماعات والأعياد والجنائز وعيادة المرضى والسؤال عن الأرحام وكذا ونحو ذلك، يوم هو ينال ثواب هذه الأشياء أو يجعل غيره ينال هذا الثواب. لو أنا مريض وجاء إنسان يزورني هذه مخالطة فنال هو الثواب، أو هو مريض وأنا ذهبت إليه نلت أنا الثواب. الجنازة نحو ذلك، الجمع، الأعياد، الجماعات، صلوات الجماعة ونحو ذلك. أيضا من هذه الفوائد، أي فوائد الخلطة، التجارب. التجارب، إن الإنسان بيستفيد من الخلطة بالناس الخبرة، يستفيد الخبرة التي هي التجارب. فكثرة المخالطة بالناس ينال من خلالها الخبرة بالتعامل في كل الأمور، في الدينية والدنيوية، الدينية والدنيوية. يعني على سبيل المثال، مثلا على سبيل المثال، الإنسان كثيرا ما يفعل أشياء بعد ما يفعلها يقول قدر الله ما شاء فعل، ليتني ما فعلت، أليس كذلك؟ طيب بعد ذلك ليتني ما فعلت ومش هيفعل بقى خلاص هذا الشيء، من أين نال هذا أو نال هذه الفائدة؟ من التجربة السابقة، من التجربة السابقة. ولولا هذه التجربة السابقة ما فهم هو أن هذا هو الخير، أنه لا يفعل هذا الشيء الآن، لا يفعل هذا الشيء في كل شيء، في الصغير والكبير ينال الخبرة، ينال الخبرة. يعني على سبيل المثال، مثلا يعني أنا يعني هو مثال يعني من الأحوال الغالبة على الإنسان، يعني ما ترونه في هذه الأيام من تطاول السفلة في الإعلام على بعض رموز الدعوة الإسلامية مثلا، ما ترونه من هذا التطاول؟ تتعلم منه والله الخبرة، تتعلم منه خبرة. مثلا تنظر في هذا المثل فتجد هذا الداعي حفظه الله تعالى ونسأل الله أن يجعله في ميزان حسناته، لا يرد على هؤلاء بلفظة واحدة من السوء. فهذه خبرة في الحقيقة أنت تتعلمها، أنت تتعلمها. كثير منا في أول حدث ده تحديدا اللي أنا بأشير إليه قال لي لابد أن نكتب مقالات ونخطب خطب يعني نرد على هؤلاء بها ونحو ذلك. فلما رأيت فعل الحقيقة الشيخ، والله الواحد تعلم فعلا والله إنه هذا أفضل في التعامل مع هؤلاء، وهو تجاهل هؤلاء السفلة والعياذ بالله وعدم أصلا الرد عليهم أصلا. مثلا خبرة أخرى، مثلا إن الواحد رأى من رأى من أهل الخير
زل في هذه المحنة أيضا، زل كبعض المشايخ في الفضائيات الذين خرجوا يطعنون على هذا الشيخ. ولذلك أيضا هذه من خبرة، تعود تسمع، أنت تجلس أنت تسمع تجد الشيخ زل، حتى أن بعضهم يسمح لتلميذ له في البرنامج يقول أي نعم لازم نقول له لماذا فعلت يا حاطب، لماذا فعلت يا حاطب، يعني نقول للشيخ اللي هو اللي هم يعني يقصدونه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحاطب بن أبي بلتعة لماذا فعلت يا حاطب. انظر حتى أنه سوى بين فعل حاطب وفعل هذا الشيخ. فعل حاطب كان كفرا رضي الله عنه، لكنه لم يكن يقصد الكفر، وهو موالاة الكفار في الظاهر. أما فعل الشيخ لا يمت بصلة من بعيد ولا من قريب. ومع ذلك أنا شخصيا يعني من الفوائد التي انتفعت بها من هذه الإساءة أنني قلت يا ليت الشيخ هذا الكبير التفت إلى القصة كاملة، حتى القصة كاملة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنقه إنه منافق وكذا ونحو ذلك، قال ماذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لعله شهد بدرا. قال له لماذا فعلت يا حاطب، وقال إيه كمان، وقال إيه كمان النبي صلى الله عليه وسلم؟ لعله شهد بدرا. كنا نفسنا حد من دول يطلع يقول لعله شهد ولعله شهد ولعله شهد، ولكنه أخطأ، كان هيبقى علينا إيه أرحم. يعني بنقول للسفلة بتوع الإعلام انتوا فين، ده جبل وإن أخطأ، مع إنه الشيخ بغض النظر عن تفاصيل الموضوع يعني، لكن انظر كيف أن النفس، نسأل الله العفو والعافية، الشيطان أفسد علي حتى جعلها تزل هذا إلى هذا المستوى، وشخصيات كبيرة في العلم. فانظر إلى هذه الخبرة في الحقيقة من هذه التجربة، ماذا لو خرج هذا الشيخ الكبير سرد تاريخ الشيخ الذي يساء إليه. والله لو سردوا تاريخ هذا الشيخ استغفر الله والله بغير مغالاة لوقف الجميع صغيرا بجانبه، الجميع يوقف صغير بجانب الشيخ ياسر برامل، هذا المجاهد الذي يحمل هم هذه الدعوة وظل يحمل في سنوات كثيرة الأمر وحده، وكان يواجه كل هذه المصائب وكل هذه الكوارث على مستوى البلد بحالها وحده. فماذا لو خرج هؤلاء وقالوا هذا الرجل له وله 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 ما ليس لغيره وأخطأ في كذا، والله هذا الأمر كان والله يبقى له فضل عظيم جدا. فنحن نقول للناس هذا وإن كان له شرف كبير على هذا النحو لا نقر خطأه. وفي معنى آخر عكسي، هذا الذي أخطأ إياكم أن تقعوا فيه، ده هذا الرجل لعله شهد وشهد وشهد وشهد، مش كده؟ إنما نطلع نخبط ويطلع المش عارف إيه والبتاع والتاني والتالت وخبط، والله هم اللي بينزلوا من نفسهم والله. والمهم يعني الخلاصة أن هذه تجربة، هذه تجربة أنا شخصيا استفدت منها جدا، حتى أنني أفكر من ساعتها في أن أجمع تاريخ الشيخ ياسر برهامي وأرسله إلى هؤلاء جميعا في جمل، وأقول لهم لعله شهد بدرا، وأذكر لهم حديث حاطب بن أبي بلتعة. حاطب عمل كفر في الظاهر، لكن فضله من الجهة أخرى جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعله شهد بدرا، ولعل الله اطلع على قلوب أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم إني قد غفرت لكم. ده احنا نغفر له اللي فعله ده لفضله، مع الفارق مع ان الشيخ ربنا يحفظه لفعل ولا أي شيء أصلا، ده انتوا البعداء ينبغي الدفع عنه. العجيب ان تسمع الناس المنتسبة للعلم الشيخ زيد والشيخ عبيد هم اللي بيهاجموه دلوقتي. طب اطلعوا قولوا للناس في حاجة اسمها في الشرع اسمها لكم في المعاريض ممدوحة،
عن الكذب. ولكن الله سبحانه وتعالى إن شاء الله سيدافع عنه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ونحسب أن هذا الرجل ممن أخلص دينه لله سبحانه وتعالى ولن يتركه الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذه فوائد كما ذكرنا، ومن هذه الفوائد كما ذكرنا التجارب، ومن فوائد كذلك الخلطة والاختلاط التواضع. التواضع هذه من فضائل الاختلاط، إن الإنسان لما يخالط الناس يوم يدخل في امتحانات، وهذه اختبارات للنفس على أدب، ربما إذا انعزل لا يصيبه منه هذا النصيب. بمعنى المنعزل هل هيختبر في خلق التواضع؟ ده واحد قافل على نفسه قاعد في مكان، أو منعزل في ماخذ مثلا نفسه في أي مكان وقاعد لوحده يخلطش الناس. طيب هل هذا الرجل أو هذا الإنسان سيمتحن في باب التواضع؟ لا، ما هو هيمتحن منين؟ ما فيش حد بيخلطه أصلا. ولذا كما قال العلماء بعض الذين ينعزلون أحيانا يكون سبب العزلة عظيم الكبر في قلوبهم، عظيم الكبر في قلوبهم يوم ينعزل. ليه؟ لأنه هو بمخالطته للناس يرى أنهم يعتدون على وقاره ومكانته، وأنهم لا يعظمونه على القدر الذي ينبغي، أو أنهم لا يسمعون له، أو أنهم يصيبونه بأذاهم وهو الذي كذا وكذا وكذا، يروح منعزل عنهم تماما. وده باب خطير، خطير جدا، بل يقع فيه ربما من ينتسب إلى العلم والفضل ونحو ذلك، يلاقي نفسه بس هيشتموه شوية ولا بتاع، لا يا عم ماليش دعوة، أنا مش متكلم في حاجة، أنا ماليش دعوة، ويختار العزلة عند ذلك. لماذا؟ عشان ما يصابش من الناس بالأذى ونحو ذلك، لأنه يرى أن له شرف ومكانة وكذا، لابد أن يحترموه في هذه المكانة ويوقروه وكذا، وهم سيعتدون على ذلك، لا خلاص مش مخالطهم خالص. هذا خد انتبه، هذا لا يعنى ولا ليس الكلام معناه على الإطلاق، وليس هذا معناه أنه العالم في كل الأوقات يسمح للناس أن هم ينتهكوه، لكن بعض المتكبرين ينعزل لأجل أنه لا يتحمل أن الناس يؤذونه في مكانه في شرفه في كذا، أنه هو مش واخد وضعه في وسطيهم، مش مدينه اللي مش عارف كذا ونحو ذلك، يوم ينعزل ويترك المجال ونحو ذلك. نسأل الله العفو والعافية. ولذا في الحقيقة من تصرف النووي الجميل جدا أنه أتى بباب التواضع بعد هذا الباب، بعد هذا الباب، وكأنها إشارة من النووي والله أعلم، أنه بيقول من خلالها أن الخلطة من عظيم فوائدها أن الإنسان يخالط الناس ويتعود التواضع، لأن التواضع لن يأتي إلا بالإيش؟ بكثرة المخالطة، بكثرة المخالطة. ولذلك هذه بعض الفوائد المتعلقة بالمخالطة. ولذا يقول النووي رحمه الله قال باب فضل الاختلاط بالناس وحضور جمعهم وجماعتهم ومشاهد الخير ومجالس الذكر معهم وعيادة مريضهم وحضور جنائزهم ومواساة محتاجهم وإرشاد جاهلهم وغير ذلك من مصالحهم لمن قدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقمع نفسه عن الإيذاء وصبر على الأذى. قال أعلم أن الاختلاط بالناس على الوجه الذي ذكرته هو المختار الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لا يثبت عنه ولا يعرف عنه صلى الله عليه وسلم أنه رجع إلى غار حراء بعد البعثة، لم يرجع إلى غار حراء. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الملك في الغار لم يرجع إلى الغار بعدها، وذلك لأنه صار يتحمل أمر الدعوة إلى الله. خلاص بقى، كان في الأول هو منعزل
ابتعادا عن الناس وعن ما فيهم من يعني مظاهر الشرك وجاهلية وكذا، لأن هذا الحال هو كان أفضل حال. إنما لما صار الدين وجاء الوحي صار حمل الدعوة هو الأعظم. ولذلك يقول هذا هو المختار الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وكذلك الخلفاء الراشدون ومن بعدهم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء المسلمين وأخيارهم، وهو مذهب أكثر التابعين ومن بعدهم، وبه قال الشافعي وأحمد وأكثر الفقهاء رضي الله عنهم أجمعين. قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، والآيات في معنى ما ذكرته كثيرة معلومة. نقف على باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.